مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. النهاردة معانا أحد مشروعات الصناعات اليدوية المصرية لتصنيع الحلي. زي ما احنا شايفين، لو انتم شايفين معانا الحقيقة ان هي تصميمات مبتكرة جدا، منها السيوي ومنها كمان العربي، وشغل كتير جدا بتصممه ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة في الاستوديو، أستاذة داليا محي، داليا محي الدين، مصممة الحلي وصاحبة أحد مشروعات الصناعات اليدوية. صباح الخير يا داليا، أهلا بيكي، منورانا في نهارك سعيد. داليا، الحقيقة يعني أنا يعني من إن أنا شفت شغلك حاسة إن هو يعني الطبع بتاعه مميز جدا، تحس إن هو طبع دافي شوية مختلف عن كل الشغل اللي أنا شفته. بتحبي بتفضلي إيه في التصميمات؟ بحب الشغل العربي بتاعنا اللي بيميزنا، الإسلامي، السيوي، التراثي، حاجات التراثية المصرية الأصيلة بتاعتنا اللي ما تشوفيها تحسي ان الحاجة دي مصرية قوي. مصرية يعني. قوي. طيب بدأتي امتى يا داليا؟ يعني انا بدأت من 3 سنين في الاول، وبعد كده قبلها بدأت في البيت بحاجات بسيطة، ووالدتي طبعا هي اللي شجعتني، الفضل ليها. وطبعا انا بحب التصميم جدا. بس انت بتحبي التصميم، يعني ده اصلا دراستك، يعني درستي حاجة في الفن في بس لا هوايتك انا تصميم بحب الاكسسوار. الاطلاع على الفن. لا يعني هواية، وبعدين طبقتي بقى الهواية دي للشغل، بدأتي مشروع من خلال النت، اتعلمتي التصنيع كمان الحلي من النت. طب ده يعني ده انت موهوبة جدا ان انت تتعلمي من على النت، وحاجة انت يعني تنفذيها بايدك. لا دي يعني موهبة، يعني مش اي حد يقدر ان هو يعمل كده. طيب قولي لي، يعني بدأتي التصميم من امتى؟ بدأت التصميم من 3 سنين بالظبط. قلت لي ان مامتك هي اللي شجعتك، هل مامتك برضو كان بتصنع حلية او ليها في التصميم؟ ملهاش، بتساعدك بس بتشجعك. طيب قولي لي، بتفضلي اي خامات في شغلك؟ يعني بتجيبي خاماتك كمان مستوردة ولا محلية؟ وبتلاقي بسهولة الخامات اللي بتستعمليها ولا لا؟ او بتستعملي ايه؟ انا بستخدم النحاس والمعادن. المعادن اللي هي ممكن بقى باخدها اطليها فضه، ده طلع بيبقى شغل تاني. بس انا بفضل النحاس او النحاس مطلي فضه، بس بيكون كله مصري. مطلي مصري، قصدي مصري اصيل، حاجات مصريه، مصري هاند ميد. ما بتجيبيش اي حاجه، اي خامات مستورده ولا الاقفال ولا اي حاجه، كله موجود في مصر. طب دي حاجه كويسه جدا، عشان احنا بنلاقي ساعات يعني بتبقى الحاجات نصها مصري ونصها مستورد، فانت عامله الحاجات كلها مصريه مصري 100%. أصيل. فده مصري يعني أصيل. دي حاجه كويسه جدا. بالظبط. طيب الاحجار كمان اللي بتفضليها في الشغل ايه؟ العقيق، الفيروز، المرجان، يعني انواع كتير قوي. وبحب قوي الفيروز، مياله للفيروز. طيب بتبداي تصميم القطعه ازاي؟ بتتخيليها ولا بتشوفي صور كتير وبعدين بتبتكري تصميمها؟ لا بصممها على ورق بالالوان، اقعد الونها واقعد ارسمها، ويا اما ما عجبتني يا اما ما عجبتنيش. بس ده محتاج دراسه كمان، ان انت بتعملي حاجات بدويه، بتعملي حاجات سيويه، بتعملي حاجات شغل مصري قديم، بتحتاجي تطلعي كتير جدا على الحاجات دي. بتدخلي على المكتبات التراثيه، بتدخلي عليها وبتشوفي الديزاينز، الحاجات القديمه اللي موجوده. صح، انا حاسه ان شغلك ليه طابع قديم فعلا، وبتطوريه اكيد شويه عشان بحبه. لا بعشقه بصراحه. بتعمليه قديم زي ما هو؟ زي ما هو، بس هو حلو يعني جدا. ممكن اخد القطعه قديمه اسيبها بنفس زي ما هي، نفس وبتديها طابع قديم شويه، بتقدميها عشان تدي الشكل المطلوب يعني. طب نتكلم مثلا على قطعه من المعارضات اللي معانا. اول قطعه اللي انا لابساها طبعا دي قطعة حلوه جدا، مصري شغل بدوي شويه، مع التراث بتاعنا القديم، مع الشغل اليومين دول، يعني بدي الجديد والقديم مع بعض. ونوع الحجر ايه؟ نوع الحجر عقيق. طيب ونتكلم بقى من اول هناك، شغل البدوي. شغل البدوي قطع قماش بجيبها، بجيب توب اقعد زي قص ولزق كده واشتغله بقى. وتاخدي القطعه اللي انت محتاجاها، اللي انا محتاجاها، واصممها على على القماش. ده شغل بدوي، خياطه ايد، ده كله هاند ميد يعني؟ كله هاند ميد. طيب. يعني حتى الـ 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 الابره لما يعني انت بتعمليها بايدك، اللي هي الغرزة بإيدك. تمام. واللي وراها
ده شغل كردان، كردان مع فيروز مطلي فضة. نحاس مطلي فضة صح؟ طيب والديزاين بتاعه ايه؟ كردان، كردان مصري اصيل. ده مصري بس قديم ولا بعمله داخل على البدوي شوية ولا ايه؟ من ده على ده، يعني عاملة ميكس. بدخل الاتنين مع بعض. طيب وده؟ ده برضو مرجان، مرجان احمر ها مع تراث اسلامي شوية. تراث اسلامي، وده برضو نحاس مطلي فضة صح؟ طيب وده؟ ده سيوي بقى، شغل السيوي انا مش مع الحجر العقيق. سيوي مع حجر عقيق، تمام، وبالحلق بتاعه بكل حاجه. بكل طيب حد حاجة. مثلا بيطلب منك ديزاين مثلا، تعديل في الديزاين حسب لون لبسه وحسب شكل حسب هو عايز يعني لون تاني مش بشكل حابب الشكل تاني، مثلا، عايزه اقصر ممكن عايزه يديني اطول، الديزاين اللي هو عاوزه او يبعتهولي على الموبايل. حد ما بيحبش الحلق مثلا، حد عايز مش يطول الحلق، مشكلة، اي مش ديزاين، مشكلة اي ديزاين هو عايزه ممكن ان انت تعدلي فيه. بالظبط. اه طيب وده؟ ده عقيق مع نحاس صرف. طيب نتكلم بقى عن المعارض، دخلتي معارض ولا لسه ما دخلتيش معارض؟ دخلت معارض، دخلت المنتدى الشباب تبع الريس السنة دي، ودخلت ال اي اتش اس بتاع الأهرام وبس يعني. تمام، احنا معانا صور كمان هنشوفها دلوقتي برضو من أكيد المشغولات اليدوية اللي انت عاملاها. أكيد. طيب دي صورة من المعرض؟ ده جزء من معرض، ده معرض ايه؟ ده معرض كان في ال وادي دجلة، ده في حاجات نادي احلى من وادي اللي انت دجلة. جايباها النهارده، في حاجات حلوه انت بتعملي. طب ليه بتعملي حاجات حلوه في المعرض وفي حاجه عجباني هنا؟ اتفضلي حاجه عجباني في الصوره. نقيها طيب بقى. وده ايه؟ دي ايه الحاجات دي دي؟ دي حلقان، ميداليات وحلقان صح؟ ميداليات وحلقان. ها ايه تاني؟ وده؟ ده ايه؟ ده قطعة قديمة، ها انت مجدداه يعني هي قديمه اصلا؟ قديمة زي ما هي بحالتها، ها ما جددتيش فيها اي حاجه. مش عايزة. وده؟ ده فيروز اسلام، ده ايه؟ ده سلسلة مطلية فضة بحجر عقيق. دي برضه شغل تركي ده اعتقد. لا مش تركي، قريب من التركي شويه صح؟ ده ايه؟ اسلامي اسلامي. ما او التركي بدوي، والاسلامي بيبقوا واخدين شبه بعض الالوان شويه. بتاعتنا اخدين الالوان الشغل البدوي. بالظبط كده. وده ايه؟ ده تشوكرز مع اسلامي، شوية اسلامي على شوية عربي. بس محدثاها شوية، مخليها مودرن. اه ما انت لازم تلعبي في ال اكيد. وده برضو تشوكر، برضو انت عاملاها برضو شكلها جديد شوية. وده ده ايه نوع الحجر؟ ده كسر عقيق، فلازم برضو. طيب تمام. قوليلي بقى اهم حاجه في الشغل، اكيد الدقه والابتكار والجوده كمان، اه هو طبعا. ده اللي بيفتقده العديد من الشغل المصري عشان يخلي الناس تتشجع ان هي تشتري تاني منتجات مصريه. قوليلي بتعملي ايه عشان تخلي شغلك يطلع بالجوده المطلوبه؟ هل في مواصفات للجوده؟ لازم يبقى التصميم زي ما قال الكتاب، زي ما ازاي انتي بقى عملتيه، بتعملي زي ايه؟ ما انتي رسمتيه، لازم يطلع بالظبط. ممكن لو ما عرفتيش تصمميه او مش مقتنعه بيه، بتسيبيه فتره وترجعي له تاني بتلاقي نفسك احسن فيه. احسن فيه. طيب وهل بتبدعي. بتوديه المكان بيصنعه؟ طبعا انا اللي انت اللي بصنع بتصنعي كل حاجه في البيت بجد، بس بتوديه بقى مكان يطلي بس الفضه، بس ده اللي بتعمليه بس. بس؟ يعني ما شاء الله، يعني شغلك فعلا يعني دقيق. طب يعني اتعلمتي ده من على النت بس؟ متاكده؟ بس يعني بجد حلو جدا يعني، برافو اللي عايز عليكي. يعمل حاجة هيعملها، بالظبط واللي كده، عايز ده اللي احنا يتعلم عايزين حاجة نقوله، وهويها هيعملها أكتر. ده اللي احنا عايزين نقوله، ان اللي عايز يعمل فعلا اي فكره اي مشروع ممكن يعني يعملها بمنتهى السهوله، المهم الاراده فعلا. طيب هل بتواجهي عقبات في مشروعك؟ الأسعار طبعا، الأحجار كل شوية تعلى وتزيد، تزيد أكتر، يا إما تبقى تنزلي النهاردة تلاقيها بسعر، تنزلي تاني تلاقيها بسعر أكتر. المره اللي بعدها وتغلي على الناس تقول لك ده كان ده لسه كتير. بكذا، ده اه دلوقتي ازاي بكذا. بالظبط ف بالظبط. فعلا بتبقى مشكله كبيره. طيب قولي لي اهميه تشجيع الصناعات اليدويه في مصر ودور الدوله في ده. تديهم فرص،
تشجع الشباب بتنظيم معارض كويسة، تديهم فرص ان احنا نعمل معرض كويس بال ال بأسعار زهيدة، ان الشباب تقدر تشارك في المعرض او بالظبط تعرض معروضاتها والناس بالظبط، لان تشوفها. في اسعار متفاوتة. اكيد ممكن بتنزلي معرض بيبقى فيه اسعار الدفع الاشتراك فيه اعلى، بس الله اعلم، ما هو انت لما تيجي تدفعي فلوس انت هتبقي مش عارفه مش الدخل عارفه اللي الدخل هيجي اللي لك هيجيلي هيكون ايه شكله ايه بالظبط بالظبط. كده. طيب ازاي نحول بقى افكارنا وطموحاتنا، دي رساله بقى لكل الشباب، لفكره مشروع ان كل انسان ممكن ان هو يصنع مستقبله بايده، مش هيفضل قاعد مستني ان هو يتوظف او يقعد مستني ان حد يحقق له طموحه. ازاي انت عملتي ده؟ قعدت افكر اشوف ايه اللي شاطره فيه، رسمت، ما جاتش معايا الرسم، اشتغلت شغل يدوي، عملت حاجات اطفال كده سيمبلز قوي ابتديت بيها، بقيت مبسوطه بيها، الاطفال بيحبوها، حاجات كده صغننه. يعني شغلتي مخك، قعدتي شغلي تفكري مخك انت بالظبط، مبتكره في ايه شغلي مخك، هتشتغل اكتر في حاجات اكتر، هتوسعي مداركك، بالظبط، وكل ما تلاقي حاجه يعني باب جديد هيتفتح لك وفكره هيتفتح جديده لك هتجيلك. ممكن نعمل ديزاينات للأطفال أكتر من كده، ممكن نخليهم ما بين الحاضر وما بين الماضي، بيبقى بس حاجات صغننة. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق، بنتمنى كمان ان شغلك يسافر وتبقي أتمنى توصلي للعالميه ان شاء الله، الله وكل الناس تبقى عارفه اسمك. مرسي بنشكرك شكرا جزيلا. داليا محي الدين، مصممه الحليه وصاحبه احد مشروعات الصناعات اليدويه. مرسي شكرا يا جزيلا زوي، ليك يا مرسي داليا. يا شكرا حبيبتي، ليك. مرسي. مشاهدينا خلصت فقرتنا، وهرجع لكم تاني انا واشرف عشان نختم يومنا النهارده في نهارك سعيد.